شهد الأسبوع ده العديد من الأحداث على المستوى السياسي والرياضي والفني والاجتماعي، كان أبرزهم على الصعيد السياسي سباق الانتخابات البرلمانية في القاهرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية. المفارقة اللي حصلت الأسبوع ده تزامن احتفال البعض بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحياء البعض الآخر ذكرى أحداث محمد محمود في التحرير، واللي استعدت الشرطة ليها بإغلاق المقاهي المنتشرة بوسط البلد. الموقف اللي بيلفت نظري دايما محمد محمود، واللي بقعد دايما افتكره وبيديني أمل غير عادي، هو التنظيم المفاجئ بدون تخطيط. أما على المستوى الفني، يستمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 37 كأحد أبرز الأحداث الفنية خلال الأسبوع، واللي بتلاحقه تهمة سوء التنظيم واللي أجمع عليها أغلب ضيوف. كنت راح أتفرج على فيلم واحد ومعرفتش أخش لأن كان زحمة وناس بتضرب بعض كده، اللي هو طبعا يعني فمش معقول أتفرج على الفيلم وأنا متبهدل يعني. أيضا من ضمن الأحداث المؤسفة التي شهدها الوسط الفني رحيل الفنانة المعتزلة مديحة سالم عن عمر يناهز 71 عام. زميلة عزيزة وصديقة قديمة وأخت، وكان لازم نكون موجودين كلنا جنبها في المستشفى، والحمد لله ربنا كرمها. أما على الصعيد الرياضي، أقيمت مباراة كلاسيكو الأرض بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، واللي فاز فيها الأخير برباعية نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري الأسباني الليغا. تنزل الـ 11 الطبيعي بتاعك وحط نيمار ولويس سواريز قدامهم هيقوموا بالواجب يعني.